كذلك الأحزاب وجميع الإخوان الحاضرين المعطلين والطلبة. اليوم كما تعلموا أن هاد الناس هادو ديال السكان ديال تاسدرات اليوم 11 من الاعتصام بدأوا يوم الاثنين الماضي إلى حد الساعة احتجاجا عن الإقصاء ديالهم من الماء والضوء. وحنا اليوم كان في العلم ديالنا أنك تقول غادي تكون الدورة وجدنا درنا ملتمس على أساس استفسروا على الإقصاء والتهميش اللي وصلنا فيه لهذا الحي، بالرغم أن هاد الناس اللي في المجلس البلدي كانت معنا معهم جلسات متكررة منذ البداية من سنة 2011 قبل ما نشيدوا المنازل ديالنا اللي كانت توجد في حي تاسدرارت. كان عندنا مجموعة ديال الطلبات توجهنا بها المجلس البلدي والبشوية والوكالة الحضارية والعمالة القسم البيئة والتعمير وكذلك الأملاك المخزنية، كان فيها طلبة التسويات الوضعية والقانونية، وتلقينا مجموعة ديال الجهات أجوبة. كانت واحد النسخة موجهة للسيد العامل، كان جواب ديالو ما كانش لينا مباشرة، كان جاوب على الطلب ديالنا برسالة وجهها للبشوية مدينة زايو وكذلك البشوية وجهها البلدية، وعندنا نسخة منها. وكذلك أننا احنا تلقينا واحد الرسالة من الأملاك المخزنية اللي كتطلب فيها منا باش نوفيوها بالتصاميم الطوبوغرافية والعقود ديال كل قطعة. قمنا احنا بهذا الشيء وصلنا لهم الملف كامل وجاهز وعطيناه للمدير ديال الأملاك المخزنية وحطيناه له، قالنا هذا الشيء غادي يبقى قيد الدراسة إلى حين. وكانت عندنا مجموعة ديال الجلسات معهم، في الأخير تبين لنا من مجموعة ديال الأسئلة طرحناها على المسؤولين ومن مجموعة ديال الوثائق أن هاد القطع أو الوعاء العقاري اللي هو في حي تاسدرارت ماشي ديال الأملاك المخزنية، وإنما كيدخل في الرسم الخليفي اللي هو 106 اللي كيشمل زيه كامل. ولهذا الأملاك المخزنية أعطت لنا واحد المعطى اللي هو أنها هي ما تقدرش تدير شي حاجة إلا بعد ما نمشيو التحفيظ كما جاري به العادة. حتى كنمشيو نحفظوا المنازل ديالنا هما كيديروا تعرض ديالهم على أساس تكون تسوية. وحنا كما كنعلموا الجميع في هذا الوطن أن مجموعة ديال المناطق ومجموعة ديال الأحياء كانت مثلا على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أنها تسوت فيها الوضعية، خصوصا غادي نعطيكم واحد المثال وجدة، الحي اللي كان ديال أملاك ديال العسكر والمتقاعدين هي تابعة الأملاك ديال وزارة الدفاع، سوى معهم الوالي اللي حاليا في وجدة بواحد أثمنة تفضيلية وهي 1200 أو 1,200,000 باش سوى معهم المنازل. وكان عنده تجربة سابقة في مراكش أنه سوى في ما يسمى بالدوديات، سوى أملاك مخزنية وكذلك بأثمان تفضيلية. وكان عرفوا كذلك أن الأملاك المخزنية سوت مع مجموعة ديال الناس، نقدروا نقولوا أنها مع العروي كاملة. وحنا كنا كنستناو باش الدور يجي علينا في مدينة زايو، ولكن للأسف أن هاد المسؤولين ديال المجلس البلدي تعاملوا معنا بالطماطول والتسويف والتهميش، خصوصا أعطينا لهم ملف جاهز وكامل ووعدونا أنهم غادي يديروا معنا حل. هادي واحد ربع سنين ولا خمس سنين، ومؤخرا ملي بدينا كنكتفوا الاتصالات ديالنا المشاورات ديالنا تفاجئنا أن احنا ما شملتناش تصميم إعادة تصميم هيكلات الأحياء الهامشية. واستفسرنا على هذا الشيء لقينا واحد 28 دار اللي هي كيقولوهم ان فيها قرارات الهدم انها ما تسوات، والحجه المقصيين هاد الناس قصاونا، والحجه اللي كيقولوا املاك مخزنيه. حنا كنعرفوا هاد الناس راه كيمثلوا المواطنين ما كيمثلوش الاملاك المخزنيه. الاملاك المخزنيه عندها ممثلين ديالها وعندها الناطق الرسمي ديالها، ومن حقه يرفع علينا دعوه في المحاكم وفي الجهات المختصه، ماشي يجيو هاد الناس ويقولوا لنا راه املاك مخزنيه. وكذلك انا غادي نبين لكم واحد رساله لهذا طلب كنا وجدناه، عطيناه للبلديه وعليها توقيع ديال البلديه كنا متوصلوا به وما تلقيناش جواب. هذا العقد كنا احنا قبل ما نبنيو طلبنا كمجموعه سكنيه، كنا كنقصوا في دور تاسيس جمعيه اللي هي جمعيه طويحين تاسدرارت،
على اساس اننا باش هاد الناس يوفيونا يوريونا العقود اللي خصنا نديرو والامور اللي خصنا نديرو باش حتى حنا نحصلوا على التراخيص قبل ما نبنيو. فاتت على هذا الطلب اللي درناه ازيد من 6 شهور ولا 7 شهور، الى حد الساعه ما تلقيناش شي جواب، وكاين نسخه اخرى كانت موجهه للبلديه البشويه فيها المسؤولين ديال البشويه وكذلك ديال البلديه على اساس انهم يسويو معنا ويعطيونا التراخيص ديالنا باش نبنيو. 2011 كاين واحد المعطى اللي هو هاد الناس اللي كيقولوا بان هذه املاك مخزنيه، حينما حنا كنسكنوا في هاد الحي السكني اللي هو وسط المدينه وقرب تجزئه المسيره، وتجزئه المسيره كما يعلم الجميع ان الى حد الساعه الاملاك المخزنيه ما دارتش رفع اليد، وعندهم الماء وعندهم الضوء وعندهم الواد الحار وكذلك عندهم الترصيف وربما كاين شي امتيازات اخرى لاعتبارات ما كنعرفوهاش حنا. عندنا غادي نولي نتكلم على نفس الحي فاللي كنسكنوه واللي حاليا حنا معتصمين من اجله باش يديروا له الاناره. عندنا ناس معانا في نفس الحي عندهم الماء وعندهم الضوء وعندهم الواد الحار في نفس العقار اللي هو عقار تم البيع ديالو من طرف واحد كان مستشار سابقا في المجلس القراوي وهو عمر الحدوتي الله يرحمه برحمه الله. حنا كنعرفوا هذيك البلاصه كان دار فيها تجزئه ولكن ما كملهاش، وعنده عقود عنده ملكيه ديال 1927 وكيصيفطوا له كذلك باش يدير الرسوم ديال الاراضي العاريه من بلديه زايو على هذا الوعاء العقاري اللي حنا باينين فيه هما هادو هاد العقود. وكذلك عندنا واحد النموذج اخر، هاد السيد بنى واحد الدار في ذاك الحي ازيد من 10 سنين، كذلك عنده الربط، عنده رخصة ديال الربط ديال الصرف الصحي. يصبروا معنا الإخوان شوية على أساس أن السيد الرئيس، حنا حاولنا ما نجبدوش الأسماء أن حنا كنعرفوا هذا المجلس كيفاش كيتعامل مع المواطنين تفاديا لمجموعة ديال المضايقات. ايام ما كملاش اسبوع وحصل على مجموعه ديال الشواهد من داخل المجلس البلدي بما فيه الصيانه. حنا كنعرفوا الشراء ديال المنازل والبيوت كيف كيتم، تسويه الاوراق ديالها القانونيه، كنجيو ناخذوا رخصه الصيانه وكنخلصوا الا كان شي ضرائب وكذلك ديال النفايات، الرخصه ديال النفايات. هذا السيد هذا حصل على جميع الاوراق، والاوراق هي امام الإخوان ديال المواقع باش يصوروها. اللي كيدعوا أن هذه الأرض ملك الأملاك المخزنية. خصوصا في استفسار على مجموعة ديال الأمور اللي كتوقع، وصدمنا أن واحد السيد كيدعي أن عنده عقار ودار تعرض على الخيمه، ما دارش تعرض على السكن، دار تعرض على الخيمه. حنا هاد الناس انا معروفين الا مدفوعين من طرف المجلس البلدي، كيقول بانما الارض ديالي. هاد السيد الورثه ديال شي مجموعه على داعي نقولوها. دفع واحد العقد اللي هو مترجم من وثيقه مكتوبه بالاسبانيه. ان هاد الناس هادو شراو على مستعمر في 1962، هاد المستعمر سميتو شانسي والورثه ديالو. ولكن الغريب اللي وقع في الامر ملي دفع ديك الورقه انا اعتبروها ورقه مزوره ودلا بها الشهاده، ان وشنو كاين في هاد الورقه واحد الملحوظه كيقولها كيكتبها مترجم الوثيقه، كيقول لك تمت ترجمه هاد الوثيقه بوثيقه غير مصححه الامضاء. ولكن هو شنو دار؟ مقطعة ما كايناش، هاد العبارة ما كايناش، وهاد العقود ومن بعد غادي نوفيها بها المواقع
كاملة هي هنا. بالنسبة لنا احنا المجموعة ديالنا اللي هي مجموعة 28 دار اللي ساكنة حاليا في حي تاسدرارت، عندهم جميع العقود اللي ديالهم مصححات الإمضاء، وهذا نموذج منه في بلدية زايو في توقيع أو تفوير من الرئيس سيد الرئيس، وكذلك عندنا نعم سيد مجموعة ديال الناس اللي حصلوا على رخصة الصيانة وعندهم عدم تجزئة وعندهم رخصة البناء داخل الحي. وحنا ملي كنجيو عندهم كنقول لهم اودي حنا راه واحد المجموعه خصنا الضو الماء، والضو الماء كما كنعرفوا راه حق مشروع، وفي هذا القرن هذا اللي هو القرن 21 المفروض انه ماشي في وسط المدينه، راه عندنا في الجبال ديال كبدانه المعروفه في قمم الجبال كاين الضو، كاين بوطويات، كاين الضو، الناس عندهم الاناره، حنا كنسكنوا داخل الحي ولكن للاسف قصونا من هذا الحق المشروع واللي هو حق دستوري خصوصا الماء اللي كينص عليه دستور. راه حنا كنعرفوا كيفاش كيديروا له، هذا كيديروا له نزع الملكيه، وهذا يديروا له رفع اليد ديال الاملاك المخزنيه، والفاهم يفهم، الامور راه باينه وواضحه. حنا بالنسبه لنا كتوضيح للساكنه والجميع اللي كيدخلوا المواقع ان والمسؤولين ان حنا واحد المجموعه اللي درنا واحد المبادرة وكتبنا مجموعة ديال الطلبات وكنا مستعدين نسويو بالأموال ديالنا الخاصة وعبروا عليها جميع السكان، وخصوصا احنا عندنا جمعية إطار اللي كيجمعنا، وأن كذلك أن هذا الإطار النهار اللي مشينا نأسوه مضايقات جميع الجهات، أن الملف ديالنا ما بغاش حتى يشدوه كجمعية في الوقت ديال الباشا السابق اللي هو حسين أعيار، حتى الملف ما باغيش يشدو غير يشدو، لا الرفض ما تعطانا لا رفض لا كتابي ولا شفوي، ما باغيش يشد الملف. مشينا معاه للمحكمة الإدارية ولله الحمد كان فيه الحكم الصالح ديالنا، وبذلك كنصبعوا جمعية قانونية بقوة الحق والقانون، وحنا كنمارسوا الحقوق ديالنا كمواطنين. كنجي هنا ما حنا ما بغينا لا صدع ولا فوضى ولا حتى شي حاجة، حنا بغينا الضوء والماء، حتى حنا وليداتنا ما يقراوش عند الشمع، ما يقراوش عند الامور اللي هي عتيقه في العصور الحجريه. حنا رانا دابا في دوله الحق والقانون، بغاو هاد المواطنين وهاد النساء وهاد الاطفال انهم يكونوا بحال الجيران ديالهم اللي ساكنين معاهم. راه لا يعقل دار هنا عندها الضوء ودار على اليمين عندها الماء والدار اللي على اليسار ما عندهاش، ونكزو شويه عاود نلقاو كاننا كنلعبوا ما عرفناش شنو كنلعبوا، يمكن كنلعبوا ضامه، واحد عنده واحد ما عندوش، واحد املك مخزانيه واحد لا، وفي واحد القطعه اللي هي فيها 4000 متر مربع فيها مجموعه ديال الغموض، مجموعه ديال الاخر. عينا مع هاد الناس باش يوضحونا غير الاشكاليه فين كاينه، ولكن لا اذان صاغيه منذ 3 سنين دابا وحنا معاهم، وحنا دخلنا في اعتصام وخدرنا خيمه بالجوار ديال المنازل ديالنا قدام واحد المؤسسه اللي هي مؤسسه سيدي عثمان لمده دابا ازيد من 11 يوم، وما تلقينا حتى ان هاد الناس يهزوا غير تليفون يقول لك واشنو كاين عندكم ولا يسالوا علينا بتاتا، ما عدا ان كاين بعض الاخوان اللي تحركوا ومشاو ضغطوا على السيد الباشا ورضخنا ويقبلنا ويستقبلنا، عيط لينا ملي مشينا عنده واشنو لقينا؟ قال لك هاني نسمع لكم. الوقت اللي طرحنا عليه الملف شفاهي وكتابي عطينا له جميع المعطيات، قال لي بالحرف الواحد الوقت اللي ولينا عنده باش نحطوا له الملف هو قال لي غادي نقراه على خاطري. كانوا معايا مجموعه ديال الاخوان اللي ساكنين معايا، كان معايا السي العاوني وكان معايا السي محمد جابيل، قالنا غادي نقراوه بلاتي عليا، وكان باش يتساءل على هاد الاطفال اللي هما من حقهم حتى هما يكونوا عايشين في واحد المستوى اللي الحق في العيش. دابا هاد الناس راه على حال غادي يقطعوا لنا الاكسجين، بغاو يحيدوا علينا ماشي غير الضوء، حتى كنشعروا واقسم لي باليمين بان ما ماشي انت اللي كتبت في الحيط، حتى ان العباره اللي تكتبت في الحيط راه مشروعه، واش تكتب فيها؟ ما تكتبش شي حاجه سوء الادب، كتبوها الناس ما عرفناش اللي ربما عندهم غيره على داك على هاد النساء وهاد الاطفال وحركتهم النخوه والرجوله، جاوا كتبوا واحد العباره اللي الضوء الماء
والكهرباء حق مشروع، وكتبوا تحتها خيمات الكرامة. ها لمن تهز الباشا وكنتفاجئوا به اليوم ملي جينا نحضروا في الدورة ونديروا ملتمس، نطلبنا ملتمس انهم يعطيونا كلمة كمواطنين كسكان، وكينص عليها كذلك الدستور ان هاد الناس رفضوا. تفاجئنا الباشا كيقول لنا كان خصكم 15 يوم تقدموا الطلب، حنا 11 يوم في الاعتصام ما ردناش الخبر، وبدا كيعرق لنا انا في الباب وبواحد الطريقة اللي هي ماشي في المستوى ديال المسؤولين. انا ما لا اله الا محمد رسول الله، ثلاثه البشوات اللي شفت اللي دازوا في المدينه كان معنا حوارات كان، ولكن هذا شكل اخر واحد اخر، كانك كتهضر مع واحد من المجلس البلدي ومن الناس اللي ارتكبوا خروقات في هذه المدينه هذه. حنا واش نطلبنا؟ طلبنا فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذا الشيء اللي وقع. عندنا معطيات وعندنا ادله وعندنا نعم سيدي وثائق، وعطينا له ملف جاهز وكامل. للاسف اننا ربما كانوا داروا راه داروا شي حاجه وبغي بحال اللي كيقول لك غادي نحاسبكم غادي تسائلوا غادي كذا، وفي الاخير ملي ما لقى ما يدي منا حنا كرجال التجأ للنساء، بدا كيهدد بواحد الطريقه النساء استفزازيه، وبغى يخلق الفوضى داخل الدوره. وحنا احتجينا على هذا الشيء، قلنا له انت بغيت دير لنا الفوضى. حنا كنا جالسين كعامه الناس في هذا المجلس كنستناو يفتحوا الدوره نديروا ملتمس. وكذلك هذا السيد نهار يوم الجمعه اظن الجمعه اللي فاتت كنا حنا درنا واحد البيان، وكنا علنا على واحد المسيره على اساس ان غادي نديروا واحد المسيره يوم السبت في المساء. كنا نوزعوا البيانات وتفاجئنا واحد الخبر جانا بالصدفه ان السيد العامل كيتواجد داخل داك البنايه ديال المعاقين. مشينا انا ومجموعه الناس اللي كانوا وزعوا حتى الملفات ما كانوش باش نهضروا مع السيد العامل. السيد الباشا تعرض لينا وقمعنا وما خلاناش نتوصلوا للسيد العامل، وسمعنا ان المجلس البلدي والاعضاء اللي كانوا معاهم النائب الاول والنائب الثالث وشنو كيقولوا كيطلقوا واحد الاشاعه خصوصا في السوق ديال الحوت. شنو كيقولوا هاد الناس راه العامل ما بغاش يسمعنا. الا ما بغاش يسمعنا العامل راه كاين الوالي، الا ما كاينش الوالي راه كاين اعلى سلطه في البلاد راه نتوصلون غادي نوصلوا لها على الاقدام ولا على اليدين ولا على الرجلين بالطرق الحضاريه وبالاحتجاج السلمي ديالنا. غادي نسمعوا الصوت ديالنا للعالم كامل ماشي غير المسؤولين ديال البلاد. حنا راه ما خصنا حتى حاجه حاليا، خصنا يفتحوا تحقيق في هذا الشيء اللي واقع في الخروقات. حنا كنعرفوا هنا اتخدمت لكابات هنا في المدينه بدون ترخيص امام البشويه، وكاين عمارات تشيدت، كاين تجزئات عليها حجز حجم 1996 ودازت هي رباعيه الشرقاوي معروفه. اتحدى شي واحد يمشي يقدر يحفظ؟ ما كاينش اللي يقدر يحفظ لانها محجوزه عليها رهن. وزيد الملك العمومي اللي كاين في المدينه، حنا كنعرفوا المقاهي، مجموعه ديال المقاهي استغلال الملك العام، قهوه فرنسا قهوه الليمون، وزيد مع داك الشارع ديال الجامع ديال البام، ونمشيو لتحت حتى واحد ما كيدي حتى درهم، رغم هاد الناس انهم اغنياء وعندهم مداخيل كبيره. كاين المداخيل اللي كتجاوز 3000 4000 درهم في النهار خصوصا الايام اللي كيلعبوا الكره. ما عرفناش هاد الناس علاش راهم حاقرين غير على الفقراء والمساكين. وكنعرفوا حتى المخالفات ديال البناء اللي كدار، شكون اللي لمن كيديروا المحاضر؟ كيديروا الفقراء والمساكين واللي ما عندهمش نفوذ داخل هذه المدينه، والناس اللي عندهم نفوذ وعندهم الناس داخل هذه البلديه. حنا كنعرفوا شنو كاين، عندهم موظفين خوتهم موظفين ولا ولاد عمهم، راه ما كيهدموا لهمش وما كيديروا لهمش المخالفات تماما. أرى الأحياء اللي تبنات في زايو راه ما بناهاش ساكنة تاس درارت ولا بناها محمد بالعيدي، راه بناها مسؤولين حنا كنعرفوهم وكل شيء كيعرفوها النواب ديال المجلس البلدي اللي هنا. احنا نعطيكم مثال بمرشال وقراقشة نائب ديال المجلس القراوي بدا كيتراسي تما ويوزع القطع يوزع القطع 100 متر 500 متر 600 متر مجزئين سريين، ونمشيو للعدويات ونزيدوا. وكاين واحد النائب اللي كيتكلم وكيقول بان ما حنا بيننا فوضى وبان ما بين عشوائيه، وراه عندنا الحق في السكن. افيق السي محمد انت راك باني في الواد وحتى واحد ما تكلم معاه.
حنا دابا حاليا بغينا في هذه الندوه الصحفيه باش نهبطوا للشارع اعلاميا ونحملوا المسؤوليه للجميع بالجميع عندنا في هذه المدينه. حنا ولاد هذه المدينه بغينا الشفافيه، بغينا نكونوا في واحد المستوى راقي وديال المحسوبيه وديال المحاسبه، وبغينا هاد الناس هادو هاد المسؤولين اللي كيدعيوا المسؤوليه انهم ينزلوا لهاد المدينه ويديروا تحقيق. واذا كنا حنا ارتكبنا اخطاء او بنينا بدون ترخيص راه تشيدت مساجد ابي مباركة رئيس مجلس البلديه وكذلك بالنائب ديالو الثاني ورئيس مجلس القرويه، وينزلوا لهنا لهاد المدينه ويفتحوا تحقيق. راه حنا ما ماشيينش منا، وكما كنعلنوا من هذا المنبر اننا غادي ندخلوا رانا في اعتصام وما غاديش نتحركوا منا، وغادي يعلنوا شي مناضلين الاضراب عن الطعام ابتداء من هذه الليله هذه الا ما كانش هنا ينزلوا عندنا لهذا المكان ويفتحوا معنا حوار ومعقول ومسؤول ويحلوا لنا المشكل ديالنا، غادي نخرجوا منا جثث، غادي نعلنوا على الاضراب على الطعام، غندخلوا حنا ومن بعد الا ما كانش غادي يدخلوا النساء ديالنا، وكذلك في رقم ثلاثة غادي يدخلوا الابناء ديالنا الصغار وليتحمل الجميع المسؤوليه. وكما كنشكروا الاخوان ديالنا اللي كيزرونا وكيحضروا معنا الغيورين على هذه المدينه الحقوقيين والنقابيين والاخوان ديالنا كذلك اللي كيساندونا من المعطلين، وكنشكروا كذلك المواقع ديال مدينه زايو اللي وكبت معنا هاد المأساة ديالنا منذ 11 يوم، وتحيه نضاليه للجميع.